احترام، مواليد 1975، بسكن في معسكر جباليا. انا لاعب رياضه منذ 18 عام، شاركت في اول مشاركه كانت لفلسطين للمعاقين في اولمبياد سيدني، وحصلت على الميداليه البرونز، وكانت اول ميداليه لفلسطين على مستوى المعاقين وغير المعاقين. ما بعد ذلك شاركت في بطوله العالم في فرنسا في 2002، وحصلت على الميداليه الفضيه في دفع الجلي. ما بعد ذلك شاركت في اولمبياد اثينا للمعاقين في اليونان، وحصلت على الميداليه الفضيه وتحطيم رقم اولمبي. طبعا على مستوى اسيا وافريقيا حاصل على 18 ميداليه ذهبيه، اول اسيا وافريقيا في دفع الجلي. واليوم احنا طبعا بحضر انا للمشاركه في اولمبياد البرازيل، وان شاء الله ربنا يكرمنا. لكن للاسف معظم الميداليات فقدت في منزل كنت ساكن فيه في الدوام بسبب الحرب وقصف الحرب. طبعا زي ما انت شايف ارض الملعب اللي بلعب عليه طبعا رمل، وكيف المسكة تحت الكرسي والامكانيات وعدد الجلل والى اخره. طبعا هذا بالنسبه لي انا كلاعب دولي لما بدي انا احضر نفسي للمشاركه بعتبره هذا صفر صفر، يعني كله صفر. احنا بنقصنا بنية تحتية للملاعب، بنقصنا ملعب خاص فينا نلعب نرمي فيه براحتنا معشب. اما هذا كله بأثر علينا نفسيا، اللعب في اماكن زي هذه بتتعبنا. بس احنا برضو بنقدر نشكر اللي يعني استضافونا ان نلعب هان. ان شاء الله ربنا بيقدرنا ونشارك في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل بعد تقريبا 10 ايام، واحنا ان شاء الله رايحين ننافس على احد المراكز الثلاثه باذن الله. لكن تعرف الظروف اللي بتعاني منها قطاع غزه وفلسطين من ظروف صعبه، من حصار، من قله امكانيات، عدم توفر ملاعب، بنيه تحتيه لهاي الفئه اللي هي دائما بترفع علم فلسطين. وان شاء الله ربنا بيقدرنا ونكون قد هاي المهمه، ويكون حسام عزام قد هاي المهمه الوطنيه، وان شاء الله بيجيب كمان ميداليه ثالثه في اولمبياد ريو دي جانيرو البرازيل. امكانيات للمعاقين بصوره عامه اطلاقا، يعني لا ما في ملاعب، حتى فيش بنيه تحتيه. يعني هذا اللاعب انا لما بيجيني حسام بيجيني من معسكر جباليا، بيجيني التدريب صبح وعصر، بركب تقريبا 10 مرات بينزل وبيطلع من السياره لحاله، هذا واحد يساعده. هاي كلها شغلات بتاثر نفسيا وبتاثر حتى على اللاعب. لما بيجيني لاعب مرتاح بقدر اعطيه وجبه تدريبيه كامله من غير اي عائق.